بدايته حلوه. فلوج كبار بخلاق في مكين. الله يلا يسلمك حبيبي اي علي، جعفري. نبدي رساله حسينيه توعويه الى بعض الشباب، انتبهوا وياي. خوش اسم حسين مو موسم تجاره، اذا ما تصلي ما مجبور لا تزور، ايش وقت ما تصلي مقبول الزيار، مو بالعاشر الطبرون ودموعه محرم يخلص القاكم سكاره، واهل البيت مو بالعاشر الطبرون، مو بالعاشر الطبرون ودموع ومحرم يخلص القاكم سكاره، واهل البيت مو طف، اكبر هواي اخلاق ومنزله وعفه وحضاره، اريد اللي يحكي عن اخلاق عباس وعلم زينب اللي خلاهم حيار، وقبل طف الحسين ايش كان الحسين؟ كون اعرف وسيرانه بمسار، ايش كان يسوي مني يشوف محتاج، ايش ياكل اذا جوعان جار، شلون يعامل امه واخته بالبيت، ويزرع الابتسامه بوسط دار، وعن عشق الرباب احجولي مو عيب، عن عشق الرباب احجولي مو عيب، مو عيب، شلون اتزوج؟ شلون اختياره؟ وكون اهل المنابر هم يوعون من حسين ايش عمل؟ ياهن بناته الطف بكل محرم نفسه ينعاد، وغير المعركه ماكو التفات، الله كون اهل المنابر هم يوعون اي والله من حسين ايش عمل؟ ياهن بناته الطف بكل محرم نفسه ينعاد، وغير المعركه ماكو التفاته، ومو قصدر دخالف وعوا الاجيال خلوا الشاب طاهر في نواته، من اهل البيت يعرف كل الاسرار، الحج والصلاه صومه وزكاته، علم الدين صح وعلم تطبير، علم الدين صح وعلم تطبير، مو بس باللطم تخلص حياته، علم الدين صح وعلم تطبير، مو بس باللطم تخلص حياته. الله يسلمك يا حبيبي، رسالة جميلة جدا، ذوقك الجميل، رسالة جميلة جدا، أهنيك.